سوف نتعلم اليوم يا أصدقائي حرف الميم. صوته ميم، حرف الميم، وصوته أم. ميم مفتاح، ميم مفتاح، مفتاح حرف الميم في أول الكلمة. نكتب حرف الميم هكذا، نشوف كيف راح يتم كتابة حرف الميم. وصوته ام. ام، احسنتم. هيا لنكتب حرف الميم مرة اخرى. اطلع لفوق، بنزل لتحت، وامشي خط مستقيم، بنزل لتحت. رائع، لقد تعلمنا كيف نكتب حرف الميم. أحسن.